سعيد وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات حديث القربة. حديثنا هذه الليلة سيدور حول إقصاء الكفاءات والإطارات ديال مغاربة العالم من تولي مناصب ديال المسؤولية اللي عندها علاقة بالمغاربة العالم ولا بالهجرة في المحافل الدولية والمنظمات الدولية. غادي نعطيكم على سبيل المثال، لما توفي الجمري رحمه الله اللي كان عضو ديال المجلس ديال الجالية وكان في نفس الوقت عضو ديال اللجنة ديال المهاجرين التابعة للمجلس ديال حقوق الإنسان في جنيف، توفى رحمة الله عليه وكان على المغرب آنذاك أنه يقدم مرشح لهذاك المنصب من مغاربة العالم، والحمد لله مغاربة العالم فيهم أكيد كفاءات وفيهم خبراء، لكن جدرت وزارة الخارجية مشات وجابت لنا أستاذ من المغرب ورشحته باش أصبح هو عضو في ديك اللجنة هذيك. وهذا الأستاذ هدايا راه في نفس الوقت رئيس ديال واحد اللجنة جهوية ديال حقوق الإنسان. أن ماشي المغاربة ما عندهمش القدرة على تولي هاد المناصب هذه، وتبان ليا أن المسؤولين في المغرب اللي مسؤولين على الهجرة وعلى مغاربة العالم تحسب ليهم بأن مغاربة العالم الآن راه مازال ديك مغاربة العالم ديال الستينات يخدموا في الفحم الحجري، في النظافة، في البني، في الأعمال الشاقة. هادو غالطين. مغاربة العالم تولوا المناصب ديال المسؤولية، كاين وزراء، كاين عمداء ديال المدن، كاين رؤساء ديال البرلمان، كاين برلمانيين، كاين رؤساء ديال الجامعات، وكاين في نفس الوقت عمداء ديال المدن ومستشارين جماعيين. إذن الإطارات والكفاءات ديال مغاربة العالم كان خاص المغرب يستثمرها في هذه المناصب هذه الدولية، ويمكن أن هذه الكفاءات غادي تدافع على المنظومة ديال مغاربة العالم وعلى الهجرة والمهاجرين أحسن من واحد غادي تجيبه من المغرب اللي ما عندوش تجربة واللي ما عايش مع مغاربة العالم في دول الإقامة. إذن بركة من الإقصاء ديال إطارات وكفاءات مغاربة العالم، وحان الوقت باش يكون واحد التغيير ديال العقلية ديال ديك المسؤولين في الرباط، وما يبقاوش يشوفوا مغاربة العالم كعملة صعبة، كناس ديال الأعمال الشاقة، لكن راه مغاربة العالم إطارات وكفاءات ونفتخر بهم وشكراً.